إن ما جرى اليوم يكشف هشاشة هذا العدو. هذا العدو لحقت به اليوم هزيمة سياسية وعسكرية واستخباراتية وأمنية ومعنوية، وسنتوجها إن شاء الله بهزيمة مدوية، يخرج من أرضنا، من قدسنا، من أقصانا، لنحرر أسرانا من سجون الاحتلال الصهيوني. لذلك ثلاث أمور يجب أن تكون واضحة. الأمر الأول أن طوفان القدس بدأ من غزة وسيمتد إلى الضفة الغربية والقدس وأهلنا في 48، وأيضا إلى المقاومة وشعبنا الفلسطيني في الخارج. وجهوا النداء لكل أبناء هذه الأمة على اختلاف جغرافياتهم وتواجدهم، أن ينخرطوا كل بطريقته في هذه المعركة. والأمر الثالث قول فصل لا تردد فيه، إن هدفنا واضح، هو أننا نريد أن نحرر أرضا ومقدساتنا وأقصانا وأسرانا. قول واحد: اخرجوا من أرضنا، اغربوا عن وجوهنا، اخرجوا من قدسنا، من أقصانا، لا نريد أن نراكم فوق هذه الأرض. هذه الأرض لنا والقدس لنا والكل لنا. وكل التطبيع والاعتراف بهذا الكيان وبكل الاتفاقيات اللي تم توقيعها معاه لا يمكن أن تحسم هذا الصراع. الصراع يتم حسمه في أرض المدينة.